لقائنا يتجدد مرة تاني بعد كل هذه السنوات. ما صدقت اني اسوي مقطع اخيرا بعد كل هذه الفترة. التعليقات جد كانت شيء اسطوري يخليك تسوي مقطع مرة تاني. كنت احسب اني تعرضت للنسيان بعد كل هذه الفترة، بس ما صدقت لما قريت التعليقات انه جد في ناس قاعدين يستنوني ارجع اسوي مقطع. الفترة الطويلة هذه فاتتني احداث كثيرة ما توقعت انها بتصير من ورا ظهري. دايما اقول لكم نلتقي في الجنة، بس شكل الجنة بعيدة. اليوم بنلتقي في هذا المقطع، فما في سلام ما في كلام. ابدا ام المقطع على طول. غبت امها بس 270 يوم، ارجع الاقي نفسي تعرضت للقتل. ادم شوكولاتة مات، مش عارف من وين ابلش. ادم شوكولاتة يا اخوان بذمة الله عز وجل انتقل الى رحمة الله تعالى. ادم شوكولاتة مات يا جماعة الخير وانتقل الى رحمة الله. لو اعرف هذا اللي طلع عني اشاعة اني متت بشيل لابوه السروال، راح ابحث عن جده حتى لو اجيبه من تحت الارض. وايش صار لامي فري فاير من ورا ظهري؟ لقيت جدها انها صارت بتخزي، ولا شي صار يفرح في امها. هذا الشي ما توقع ولا واحد انه ممكن يصير في يوم من الايام. لو حدا جاني في سنة 2017 وقال لي يا ادم ترى بينزل بي تي اس، بصفع امه بصفع ابوه كمان. ما كنت اصدق ان يوم من الايام ممكن يجي هذا الكارثة الوردية. وللتوضيح بس، لا حد يحسب انه هذا الحساب حسابي، ترى بس اخذته من عند واحد عشان امشي به الفيديو هذا. الله يستر. الكوارث اللي تشوفوا في هذا الحساب ما لأمي دخل فيها انا. اول مرة اشوف فيها هذا السكن مع صدخت العين، كنت احس بحالي بحلم. هذا واحد لابس قدامي وردي ولا بيتخيل لي؟ بس لو اشوفه بالليل ما اميز بينه وبين البنت، ما في فرق. ما عندي هذا السكن في حسابي، فطلبت المساعدة من واحد، ابغى ادخل اشوف ايش المميز في امه هذا السكن. لقيته كارثة. يا ريتني ما دخلت لأمي الحساب. بس دخلت قيم جزيرة الصداقة عشان اشوف كيف الناس قاعدين يتعاملوا مع هذا المخنث. كنت استنى انه حد يجي يسبني لاني لابس هذا السكن. ما في حد اهتم. واحد يبغى بوسة، واحد تاني قالك يبغى يقول سر، واحد قاعد يسبح في البحر. طلعت من ام القيم على طول ودخلت للعالمي. العالمي هو المكان الوحيد اللي ممكن الاقي فيه الناس الطيبة زيي. بعت لهم رسالة ايش رايكم في السكن تبعي، ولقيت الرد المناسب. أحا ريسان صح انه سب، بس ما سبني انا، سب السكين. بس سوى الشي اللي كنت انا راح اسوي بالضبط لو لقيت واحد في العالم يكون لابس زي هذا السكين الكاري. معناتها الوضع تمام، مو انا بس اللي اكره هذا السكين. حتى الرقصات لقيت امها مخروبة على الاخير. الرقصات لا ترضي الله، اعوذ بالله. حتى في رقصة كارثية اقوى من هذه الرقصة. الرقصة فظيعة وربك ايش هذا الزفت. اطلع من ام الحساب، اطلع بس، اطلع ولا تسألني ليش. اطلع. لو حدا يدخل علي الغرفة يشوفني اسوي هذا الزفت خلاص رحت فيها على طول. ولا تقولوا لي انكم ما لاحظتوا انه صوتي تغير، صار شيء اسطوري. ليتس جو. ندخل الحين في الموضوع المهم، الموضوع اللي كنت استنى اتكلم عنه من بداية هذا الفيديو، الخازوق الكبير ان صح التعبير. يسعد امي القافية. الخازوق الكبير ان صح التعبير. دقيقة بسجل امها في دفتر وجيكم. اي تأميني. الخازوق اللي كنت اسمعه قبل سنة انه ممكن يصير في ارض الواقع. ما كنت اهتم بامه، ما كنت اتخيل انه ممكن يجي يوم من الايام بيجي فيه الكريمينال. بمر قدامي بعض الفيديوهات ايام زمان انه ممكن الكريمينال يرجع، وفي ناس كانوا مصدقين الموضوع، بس انا ما كنت منهم. ما كنت اتخيل انه جد هذا الشيء ممكن يصير. لحد ما هذا الشيء صار، وصار في الوقت اللي كنت انا غايب، الوقت اللي كنت قاعد اجمع فلوس من الفيسبوك. اعرف اغلبكم الحين قاعدين تستنوني اجلد الكريمينال، بس بصراحة اول مرة اتفق مع قارينة انها سوت شي كده. بهذه المناسبة اللي فاتتني احب اقول شي واحد بس للناس اللي عندهم كريمينال. ايدكم في الشيخ والشيخ في يدكم. هز لأي واحد كان عنده حساب كريمينال قبل ما يرجع. اهز تبلع على جدك انت والكريمينال تبعك. هز يا اخي. الله يسعد ام قارينة على هذا الشي اللي سوى. اول مرة اشوف انه اغلب الناس اللي كان عندهم حساب كريمينال بلعوا جد ابو الخازوق. بصراحة ما اكذب عليكم، هذا الشي عجبني، هذا الشي عجبني، اكيد بيعجبني. وش احسب لجدتكم احزن؟
ايش دخل امي في الكريمينال انا؟ الحمد لله انه هذه الاشياء ما كنت اهتم فيها في حسابي. اللهم لك الحمد. ضليت 5 ايام كاملة قاعد احرق الكريمينال في البتوت المباشرة. جبتهم كلهم ولا يحسب لحدا انه انا جبتهم عشان قيمتهم ولا شيء كده. بالعكس جبتهم عشان استفز بهم الناس اللي كان عندهم كريمينال. صار عندي كل الكريمينال. اي كريمينال بدك اياه صار في حسابي. ان شاء الله جدوا السروال على الاخير. بصراحة هذه الفرشة ما تتمناها حتى للاعداء تبعك. بس اذا تفكرها بعقل ايش دخل امي في اعدائي؟ اهوز. وتصدقون انه حتى هذه اللحظة اللي انزل فيها هذا الفيديو الحين دارينا لسه قاعدة تشتت في الكريمينيل. شفت بس بالصدفة انه موجود حدث تبع كريمينيل لسه قاعد ينحلب. كنت احسب انه هذا الحدث خلاص خلص. سلام عليكم. من اخر مرة نزل الكريمينيل مستحيل عيد يرجع. السكين هذا من كثرة من شالوا السروال لازموا جمعية حقوق الحيوان في اسرع وقت. وانا اقول ليش الاقي الكريمينيل قدامي هذه الايام كتير. الاحمر بالخصوص هذا صرت ألاقيه في كل مكان. ما لعبت فري فاير من زمان أتوقع 200,000 سنة ضوئية. هاي هذه الخمسة الأيام الأخيرة اللي ألعبها كل جيم بيطلع قدامي كريمين الأحمر. تدخل كلاس سكواد كريمين الأحمر. تدخل تدريب كريمين الأحمر. تدخل للمرحاض كريمين الأحمر. تدخل لفيديو آدم شوكولاتة الجديد كريمين الأحمر. المسكين من كثرة ما انجلد صرت أشفق عليه انفشخ. لا هو ولا أي واحد عنده حساب كريمين. الشيء الحلو في الموضوع إنه موجود الدواء تبعهم حتى لو ويتكاثروا. الدواء موجود في الخدمة بكل الألوان والأشكال. ما كنت أعرف الوقت اللي راح أحتاج فيه بصراحة هذا الدواء اللي كنت أجمع فيه من زمان. الشيء اللي أقول لكم هو أني ما ندمت على تجميع البربر أبدا. كنت عارف راح أحتاجه في يوم من الأيام. بس أبو طلقتين هذا هو الدواء اللي ينفع لجدهم. بس ما أعرف بصراحة إيش أقول لكم الحين من غير ألتقيكم في الجنة. كان هنا ثم اختفى.